وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن كذلك في رسالته عن إجراء تعديلات جمة على تشكيل الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي سيتم تشكيلها. وفيما يلي النص الكامل أو أبرز النقاط التي جاءت في الرسالة، يقول الرئيس أنه نظرا للمرحلة التي تمر بها الجزائر ووصفها الرئيس بالمرحلة الحساسة، يقول بعد ثالث جمعة كان فيها الاحتجاج عبر مسيرات سلمية حاشدة واستجابة لهذا الحراك، يقول الرئيس أتفهم على وجه الخصوص تلك الرسالة التي جاء